مرحبا. عليكم السلام. بس على الوقوف، هل يمكن عند عنده ولكن بس يجوز له الوقوف، طواف اثناء الطواف يجوز له الوقوف، تشرب الماء، ترتاح، تحضر الصيام. عصر الصيام؟ عصر يوم العصر. يعني واحد تعب وشرب شيء؟ لا لا اقول لك انا اقصد حكايه المرأة عندها بس على مشكلة. ما عليها شيء ابدا. يعني اذا طافت سؤالك على الطواف اليس كذلك؟ على السعي. صحيح عندها عذر. عندها عذر. ما علينا. اهم شيء تكون في الطواف طاهر. جزاك الله خير. بارك الله فيك.